ذهب سنتين سنتين من التكوين. واسمع اسمع يا وزير اسمع اسمع يا وزير اسمع اسمع يا وزير اسمع اسمع يا وزير. تجي هذه الوقفة ديال يوم الخميس 8 أكتوبر كاستمرار الوقفات الاحتجاجية اللي على صعيد ربوع المملكة من طنجة إلى القويرة تنديدا بعدم تسوية هذا الملف لهذا الملف اللي من 1993 هو مطروح. لكن مع كل الأسف نرى المسؤولين يعني الرسميين لا يتعاملون بجدية. وخير دليل كانت مقررة في بحر هذا الأسبوع جلسة ديال الحوار القطاعي لكنها رفعت ولحد الآن لحد الساعة لا نعرف ما الأسباب. إذن إحنا نسائل الوزارة الوصية ونسائل المسؤولين ككل لماذا هذا التماطل لماذا هذا التأجيل بالخصوص القضية ديالنا هي قضية إنسانية. مجموعة ناس تتوفاهم المانية مجموعة ناس يتقاعدون. إذن يجب على الوزارة الوصية وعلى كل المسؤولين أن يتعاملوا مع هذا الملف ديالنا اللي هو الملف ديال الممرضين الموجزين من طرف الدولة تكوين سنتين يعني بجدية لأن الوقت كل ما مر ليس في صالحنا لأن كان هناك عامل عمر لأن الأكثرية فينا تجاوز 50 مجموعة ناس يحالون على التقاعد. إذن على الوزارة الوصية أن تتحمل المسؤولية ونحن كمتضررات وكمتضررين سوف نستمر في الأشكال النضالية السلمية التصعيدية. نحن اليوم في الوقفة الاحتجاجية السادسة من نوعها تعبيرا على رفضنا التام واحد المرسوم اللي تم من إصداره من جانب واحد من جانب السيد الوزير وبطبيعة الحال بتواطؤ مع النقابات بحيث أننا كتنسيقية وطنية للممرضين والممرضات المجازين من الدولة تكون سنتين تعرضنا لعدة إقصاءات ثلاث إقصاءات متتالية عبر ثلاثة تعديلات في الأنظمة الصحية ديال الممرضين والممرضات من المغرب ولم ننصف فيها. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي آخر تعديل وهو المرسوم 535/17 الصادر ب 27 شتنبر 2017 وأنا ذاك حسينا كما نقولوا بالدقة الثالثة وشعرنا باللي لا النقابات لا حركة الممرضين لا الهيئات الأخرى تدفع لنا وكما يقال ما حك جدك مثل ظفرك. ارتئينا أن نكون هذه التنسيقية اللي هي سميناها تنسيقية الممرضين والممرضات المجازين من دولة تكوين سنتين لندافع عن حقنا. والحمد لله في ظرف سنتين ونصف استطعنا زعما أن نعرف أنفسنا واستطعنا أن نكسب ود وعطف واستعراف جميع الوزراء سواء السيد أنس الدكالي أو الوزير الحالي بمظلوميتنا ووعدونا بالإنصاف وكان وعد السيد الوزير الحالي في قبة البرلمان للأسف وللأسف في الآخر المطاف ربما بهذه جائحة كورونا اللي كيطبقوا علينا احنا ممرضين تهربوا بها وتجاوز ذاك المطلب ديالنا اللي هو ترقي سيدنا من سلم الى سلم من سلم التاسع الى السلم العاشر من سلم العاشر الى سلم 11 ومن سلم 11 الى اخر سلم لاننا احنا اخر اصغر واحد في النار عامل على الاقل 26 سنه ومعنا اللي عاملين 43 سنه. تخيل معي يا اخي ممرض خدم 43 سنه وباقي قابع في السلم 9 او السلم 10 في حين ابنائنا اللي كيتخرجوا الان كيتخرجوا بسلم 10 مباشره يعني هذا كان وحنا اللي كنقريهم لحد الان يعني لا طوندوس مقلوبه. هذا اعتبرنا احنا بكل صراحه احتقار وظلم في حقنا وعلاش ذنبنا الوحيد هو كوننا في اقاليله لدرجه انه في المرسوم الاخير صنفونا في الماده 29 باننا في فئه في طور الانقراض وكان بينا نحن في ايران. هذا الشيء ربما اللي اثار الحفيظه ديالنا ونظن ان ندفعوا الحق ديالنا. والحمد لله احنا الان نرفض واحد المرسوم اللي قلت لكم خرجوا الوزير فيه سنتين جزافيتين لاننا احنا كما سبق قلت كنطالبوا بترقيه استثنائيه لا غير. ونحن الان في الوقفه الاحتجاجيه السادسه ونحن نقول للسيد الوزير والوزاره الوصيه الى ما تمش الانصاف ديالنا فلن ننزل من الشارع.